مريضه في السرير بقالي كام يوم للاسف، فكان هاجسني قوي شكل الشباب وخروجهم والملحمه الجميله اللي كنا شايفينها من خلال الفضائيات. فصدقت تمثلت للشفاء شويه وقررت انزل واشوف الدنيا فيها ايه. والاوضاع النهارده مختلفه كتير عن اليومين اللي فاتوا، لكن يعني هنقف ونشوف، وربما الايام الساعات الجايه يكون فيها مش عارف نتوقع اي حاجه خالص. السيناريو الجاي غير متوقع لانه احنا اتفاجئنا بحاجات ما كناش متوقعينها، فبالتالي اللي جاي مش محسوم خالص. الاساتذه من هناك هنا عائلات، عشان في ناس مكسوسه فصيله بسلاح، بتفتشوا الناس؟ ها بتفتش عشان في ناس اهو قائد معاه اسلحه زي كده، اسلحه ناريه واسلحه الشرطه كمان. لا لا لا، في حيلك يا بابا.